شو رايكم نبيع البيت ونفتك؟ شو رايكم نسمي بيت ابونا؟ البيت هذا ما راح ينباع، يعني ما راح ينباع. ان شاء الله زبون. ان شاء الله. السلام عليكم، معكم فندق بيت ابونا. حولته بيت المرحوم هوتيل. اسمه فندق بيت ابونا. فندق فل. فل. طلعنا عندنا وايد حجر فاضي. انا محمود ولد خالك. سمعت الصوت؟ في صوت غريب. قم بتحصلني تحت المخده. انتم بخير؟ انا احس ان هذا الفندق مهجور. يا عيال. نعم عمي. نعم. يا عيال. نعم. يا عيال. اجر الغرفه والهويه بسرعه. يا اندريا نصابين. الحمد لله ما متنا ولا اختنقنا. الحريق بسيط جدا. كانوا يقدرون يطفونه بكوب مي. هذا مكبوس دياي وذ مهيتو صوص. اتفقنوا. بيت ابونا يوميا 11 مساء على سمت بي. رمضان نور سمانه.